أعرف ليش أنت كرهت الأستاذ الكوميدي؟ ليه؟ حسب الشخص. الله يرحم والديك. يعني واضح. والله يعني مالي في الستاند. اسقط عليك اسقاط رئيس. لا. لا 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 أبو سامر عليك. لا لا. والله زعلته. لا. زعلتني أبو سامر. تكسر خاطري. تكسر خاطري. لا خلي قلت. أنا يا أخي عندي. والله الأول رهيب. يلا قل الثاني. أنت تقول فيه أشياء جديدة. إيه. يلا. صوت الإيقاعات الدفوف. عاد هذه البرامج. يلا روح رجال عادي يجي بصوت بشري هو. يا ابو سمره يا فنان غنيت لنا رابي يا فنان عندك ابو عبد الله كمل كمل بس 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 الله عليك ابو سمره من قده هو ملك الكاميرا يا ابو سمره يا فنان تعال بدايه معنا يلا وي وي زد رصيدك ينتظرك وابو عبد الله في المكان 500 وصل 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 ليش كانوا اول اذكر تلحق انت لا 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 ما لحقت على شيء انا ما لحقت على شيء علينا ان الله يذكرهم بالخير يا ابو والله يا زينة والله فنان يا ابو سمره ما شاء الله عليك هذه ارضيات ايش عرفك انت باك جراوند هذه صح صح طب ابو سمره ليه ما يقدم والله فنان قدم زد رصيدك خليه يمسك ايش اسمه ملك الكاميرا تحت البث قدم تبغى تكون متسابق بالله قاعد اتخيل نفسي كمتسابق تدري صدق ترى تبي ومره سالت تساؤل زي كذا تبي ناصر